اللهم صل وسلم على محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. طبعا كيفكم يعني، تبون دقيقة ولا تبون نص ساعة ربع ساعة؟ طبعا أساس كل تمييز من اللي ذكروه الأساتذة بعد تشمل الدكاترة، أن هو ناتج من التمييز السياسي. النظام السياسي وهيكلية النظام السياسي هي الأساس في كل ما شاهدناه من شواهد أو سمعناه من شواهد إلى موضوع التمييز. سأطرح عناوين سريعة يعني على أساس الوقت والمداخلات إذا كان في مجال للمداخلات. تركيب النظام السياسي في البحرين نصاً هو نظام ديمقراطي قائم على سيادة للشعب مصدر السلطات. مادة في المادة الأولى في نظام الحكم للمواطنين رجالا ونساء حق المشاركة في الشؤون العامة. حق المشاركة في الشؤون العامة، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ينص في المادة 21 لكل فرد الحق. الحق يعني هي كلمة يعني كيورد على قولة الإنجليز، الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده، أما مباشرة أو بواسطة ممثلين يختارون اختيارا حرا لكل شخص. نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في البلاد. إن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة، ويعبر عن هذه الإرادة بانتخابات نزيهة دورية تجرى على أساس الاقتراع السري وعلى قدم المساواة بين الجميع وحسب. يعني هذه الثلاث عناصر في المادة عناصر أساسية إذا نربطها بوثيقة المنامة، نظام السياسي ديمقراطي. العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المادة 25 يكون لكل مواطن دون أي وجه من وجوه التمييز المذكورة في المادة 2، فصلوا عن موضوع التمييز. الحقوق التالية التي يجب أن تتاح له فرصة التمتع بها دون قيود غير مقبولة: أن يشارك في إدارة الشؤون العامة إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية، إن أن ينتخب وينتخب، يعني لكل مواطن أن ينتخب وينتخب في انتخابات نزيهة تجري دوريا بالاقتراع العام على قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين، أن تتاح له على قدم المساواة عموما مع سواه فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده. في تفصيل للمادة 25 عن ما معنات إدارة الشؤون العامة، هي كل ما يتعلق بالسلطة التنفيذية التشريعية إدارة البلد. هذا النص سواء كان الموجود في الدستور أو الموجود في الميثاق العالمي لحقوق الإنسان أو العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، هو النص الحاكم على النظام السياسي الذي يتحدث عن نظام الحكم في البحرين ديمقراطي السيادة للشعب. لا يمكن أن يفصل، يعني هذه المقومات هذه المكونات لا تتجزأ، لا يمكن أن نفصلها عن بعض. طبعا في مادة مهمة ذكروها الإخوة والأخوات: الناس سواسية في الكرامة الإنسانية ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب دين جنس أو أصل أو لغة أو عقيدة أو ما شاء الله. أرجع الآن بعد هذه القاعدة الأساسية للتأصيل الدستوري يعني القانون الأسمى والتفصيل القانوني، نأتي إلى مكونات النظام السياسي. السيادة للشعب غائبة، سأفصل. الشعب مصدر السلطات غائب وهناك تمييز. أن المواطنون متساوون أو يعني في سواسية بين المواطنين هذا غير موجود، ونأتي إلى هذا التفصيل. قرارات، مثال الاتحاد الخليجي. الاتحاد الخليجي هذا من القرارات السيادية، يعني أن البحرين أن تنضم إلى اتحاد ثنائي أو اتحاد سداسي هذا قرار سيادي.
البحرين دولة عربية مستقلة ذات سيادة كاملة. جزء من السيادة شنو؟ أن طبيعة الدولة أن تكون تنتمي إلى منظومة بطريقة معينة، وما يسمى بالسياسة الدفاعية الخارجية الأمنية، هذه أهم المواقع السيادية تسمى. أن هذه المواقع السيادية إذا كان الشعب صاحب السيادة، فمعنات أن لا قرار سيادي، وخصوصا ما يتعلق بالاتحاد والانضمام إلى منظومة بهذا العنوان، إلا من خلال قرار الشعب. كم تصريح سمعناه بأن إحنا مستعدين أن نتحد من اليوم، سواء كان من الملك، من الحكومة، مما شابه. هذا تمييز. ما معنى التمييز هنا؟ أني أعطيت حق إلى نفسي مهما يكون المنصب، أعطيت حق إلى نفسي هو حق متساوي إلى جميع المواطنين. بمجموع المواطنين تكون السيادة، أما أن أنا أخذ قرارات السيادة بنفسي فميزت بيني وبين المواطنين. سياسة الخارجية، من غير دخول في تفصيل الآن، العلاقات الخليجية الخليجية، هذه العلاقات الخليجية الخليجية هي علاقات شعوب أو علاقات أسر. إذا أردنا أن نحصن شعوبنا من التداخلات والمشاكل، قرار العلاقة بالشعوب الخليجية، نتحدث عن اتحاد، هي قرار يجب أن يكون أننا نتصالح أو نتزاعل مع بعضنا البعض كدول خليجية. إذا كانت تمثل الشعوب فالسيادة للشعب، فهذا القرار يجب أن يكون بأدوات سيادة للشعب، يعني مو قرار في حسابات. يعني ممكن بالنسبة للبحرين الكثير يقولون أن المشكلة بين السعودية والإمارات مع قطر، البحرين لحقتهم، هذا واحد من التحليلات، لحقتهم في الموضوع لاعتبارات أخرى غير العلاقات الموجودة. سيادة للشعب تعني أن هذا القرار مثل هذا القرار يجب أن ينطلق من السيادة للشعب. في الكويت لأن في موجود نوع من التوازن في القرارات بوجود البرلمان، برلمان قوي، هكذا قرار، وقرار الاتفاقية الأمنية أيضا اللي هي تمس في حقوق المواطنين، لا تذهب بقرارات فردية من حكومة أو من شخص. وهذا على أساس نفهم موضوع التمييز في موضوع السيادة. الآن نجي إلى موضوع آخر في السلطات. نأتي إلى ثلاث سلطات سريع. تشريع، السلطة التشريعية، الشعب مصدر السلطات على أساس النصوص اللي ذكرناها، أن لكل مواطن في إدارة الشؤون العامة، يعني أن كل مواطن، كل صوت، كل مواطن له نفس الحق في هذه السلطات. نجي للسلطة التشريعية، تمييز الحاصل في الدوائر ابتداء، يعني في دوائر غير عادلة بشهادة كل العالم، وثم تأتي العملية الثانية في تعيين المعينين 40. الملك يختص بتعيين 40 صوت الذي يشترك مع المنتخبين بغض النظر عن ما يسمى الجيريمندرينج بالإنجليزي اللي هو التمييز البغيض في الدوائر، وهو يختص بذاته في سلطة التشريع، ف50% من سلطة التشريع هذا تمييز، هذا تمييز واضح في التشريعات. انعكاسه أن يسقط قانون تجريم التشريع، انعكاسه أن يسقط قانون النقابات المهنية اللي ترقي المعلمين والمحامين وما شابه الأطباء إلى أن يكون نقابات فاعلة، أن يسقط قانون مكافحة الفساد وهيئة مكافحة الفساد، أن يسقط أو لا ما يسقط هالمرة، أن يأتون بتشريعات اللي يحاولون يضعفون الاتحاد العام، يحاولون يضعفون الجمعيات المهنية أو ما شابه. فهذا التشريع الآن بسبب التمييز اللي يخلي أن المواطنين غير المواطنون مو متساوون في الحق في إدارة الشؤون العامة بالنسبة إلى التشريع، وقس على ذلك أشياء كثيرة. قبل أن أروح للبروتوكولات، في الدول في النظام السياسي في فخامة الرئيس، رئيس الدولة، وفي دولة الرئيس، رئيس الوزراء، مجلس الوزراء، في مناصب معينة، وفي معالي الوزير، وفي سعادة النائب، وفي بعض البروتوكولات الموجودة. احنا في البحرين عندنا تمييز فاضح، جواد العريض وفهمي الجودر هؤلاء وزراء قدامى،
يعني نائب رئيس مجلس الوزراء ورئي ووزير من غير العائلة هم سعادة، لكن أفراد العائلة المالكة، ولا منجي بعد في تفصيل شوي، أفراد العائلة المالكة إذا كان وزير فهو معالي، وإذا قربوا شوي قالوا سمو، وإذا كان عضو مجلس الشورى المرحوم ابن الشيخ عبد الله بن خالد علي بن عبد الله آل خليفة كان يسمى معالي في مجلس الشورى ولم يكن يسمى سعادة عضو مجلس الشورى. ففي تمييز واضح، هذا ما له علاقة سنة وشيعة، هذا له علاقة ب يعني كان حتى لي مداخلة كذي مال ضحك لطافة أن أنت مو من العائلة عشان سمك معالي، كان متقصد في البرلمان تسعادة. ففي فرق في الوزراء، مو لأن إبراهيم الخليفة لما كان وزير الإسكان كان أفضل وأكبر وزارته، لا، فهمي الجودر كان الإسكان والأشغال، ولكن كان سعادة وكان إبراهيم الخليفة وزير هو معالي. يعني ماجد النعيمي وكلهم اللي الوزراء اللي مو من الأسرة هم سعادة، نائب رئيس الوزراء لو أي واحد مو بس شيعي هو سعادة، وبينما أبناء الأسرة هو معالي. السلطة التنفيذية، احتكار المناصب، العهد الدولي يقول الفرصة تكافؤ الفرص لكل مواطن بأن يتقلد المناصب سواء كان رئيس وزراء نائب رئيس وزراء أو وزير هي فرصة متكافئة عن طريق انتخابات عن طريق تمثيل. هنا في البحرين 17 الحين وصلنا من 24 هي للأسرة الحاكمة، والباقي يفترض أنها مناصفة، هم يحاولون يسوونها مناصفة ولكن هي على أساس الولاء وليس على أي أساس، لا أساس أنه يقول في شيعة في الوزارة فيأتي بالشيعة الموالين للحكم، وهذه مفردة ثانية من التمييز، هو من يوالي الحكم ينصب في الشورى وينصب في مجلس الوزراء وفي الهيئات وما شابه. يعني آفة التعيين هي أيضا مصدر من مصادر التمييز، لأن الكفاءة مو مقدمة، الولاء الأعمى، حتى الولاء الأعمى هو الذي مقدم على أساس أن تكون في هذا المنصب أو ذاك المنصب. قرارات، الآن جينا لبعض الأمور، فصل العمال ما شابه في ما حدث في للمعلمين أو ما شابه، هل هي قرار حكومة أو قرار فرد؟ حكومة بمعنى أن في نقاشات وأن ما تصوت عليه الحكومة هي اللي يخرج إلى العلن، لا، في نهاية المطاف هو قرار شخص سواء كان رئيس الوزراء أو كان وزير الديوان أو ولي العهد أو الملك أو ما شابه. يعني في أشخاص هم اللي يقررون سياسة الحكومة وإجراءات الحكومة، لذلك الخدمات اللي تفضل فيها الأستاذ مجيد، لأن في محلات تحرم أو مناطق تحرم أو لا تحرم، لأن هذا جزء من عملية التمييز في حتى في القرار، أن الحكومة ليس قرار حكومة وإنما قرار أفراد. ملكية دستورية، طبعا اللي نظام الحكم في المادة بدايتها مادة واحد نظام الحكم ملكي دستوري في البحرين، فنجينا نظام الحكم ملكية دستورية تعني أن العائلة المالكة ملكية بتسمية لا تتولى المناصب التنفيذية. هني يقولون ملكية دستورية ولكنهم يتولون أغلب المناصب التنفيذية والإدارية وما شابه، وفي يعني المواقع المتقدمة في الشركات الخاصة. هنا مشكلة إشكالية حقيقية، أما أن نقول ملكية دستورية فنحصر العائلة المالكة ونقلل عددها بحيث أن باقي العائلة آل خليفة لا يحسبون من العائلة الملكية، فلهم الحق كما لأي مواطن الحق، وما أحد يقدر يعترض على هذا الموضوع، ولكن الازدواج أن لهم مميزات، وفي ذات الوقت أن هؤلاء يعني يتولون المناصب التنفيذية، فلازم أن نحل هاي المشكلة. كان في نقطة بالنسبة للسلطة التنفيذية بعدين أرجع لها. موضوع القضاء، هل حق الوصول إلى القضاء بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان لكل مواطن الحق في الوصول إلى قضاء عادل ويمكن من الدفاع عن نفسه ما شابه في بعض النصوص؟ لا، مو موجود. فاطمة الحواج قالت في 400 حكم
لا ينفذ على أفراد من العائلة المالكة. هذا الأربعمائة حكم يقولون اللي وصلوا إلى المحكمة، اللي ما وصلوا إلى المحكمة كم؟ فهذا هل القضاء في تمييز في القضاء؟ القضاء في هيكلية القضاء في موجود من يتولى القضاء. الآن إعلان ترقيات يكشف عنوان من عناوين التمييز، 11 محامي عام من طائفة واحدة. يعني لو كان في النيابة العامة أعضاء نيابة في تكافؤ لعل رأينا أن في ترقيات إلى محامي عام مشترك، ولكن القضية لأن في تمييز تطلع الترقيات القضاء والمحامين العامين. فهذه الهيكلية، في الهيكلية، في الاختيار، في طبيعة اختيار، في مشاكل كان في اختيار النيابة العامة وقضايا وما شابه. ويقال أن القاضي اللي حكم بإنصاف أن هذه التعيينات اللي صارت مو صحيحة عزل، وآخر بعد عن القضاء. الأمن في العقيدة ذكروا الأستاذ مجيد ذكر أن هناك في مشكلة في الأمن، في الخدمات الأمنية. إذا واحد يشتكي يروح إنه يقولون له عند خدامة شردت أو مسروق أو ما شابه لا يتعاطون معه. مشكلة في الأمن إن هي في خلل هيكلي في التمييز في العقيدة الأمنية، الولاء للملك، الولاء للعائلة، هذا يسوي خلل كبير. وين هذا الخلل؟ لأن الملك معناته كل السلطة والحكومة هني، الملك ذاته مصونة لا تمس. بس الآن صار أنت من تتحكى على وزارة الداخلية مسيت بالذات المصونة للملك، لأن في تراتب عندهم. أي أحد تنتقده اليوم صرت أنت ما يجوز لك تنتقد الحكومة ولا الوزارة الداخلية أو ما شابه. فالعقيدة الأمنية تترتب عليها تمييز في تفاعل القوى الأمنية، فأنت كل ما تعمله أنت هذا هو خطأ. وهذه ثقافة، يعني هذه مو تبرير بس هي ثقافة، إن هذا الشخص الذي يمارس حقه في التعبير هو يخالف مو القانون، هو يخالف عقيدة داخل رجل الأمن هذا اللي يقول أن الملك والأسرة ورئيس الوزراء رموز، فمن يقول تنحى يا خليفة في مسيرة هذا مجرم ويجب أن يذهب إلى السجن مثل المنشدين اللي دخلوا السجن. هذا من وين جاي؟ لأن في تمييز في العقيدة، أن الولاء مثل الدستور المصري الدستور التونسي، الولاء للأجهزة الأمنية للدستور والقانون. دستور يبيح حرية التعبير، يبيح العمل في إدارة الشؤون العامة أو التعاطي في الشأن العام. يعني أنا مختلف مع رئيس الوزراء يحق لي أن أقول هذا رئيس الوزراء يسقط أو تنحى، بس لأن العقيدة الأمنية مركبة على أساس تمييز أن لا، هؤلاء لا يصلهم النقد. فهذه كل مدونة السلوك للشرطة والأمانة العامة للتظلمات وما شابه، هاي كلها ما منها تفعيل على أرض الواقع، لأن العقيدة أن أنت أخطأت يوم قلت الله أكبر على هذه المساجد، هذه جرم، لأن أنت حين بتدخل في النيات وما شابه. فالعقيدة الأمنية، العقيدة القضائية كنت رحت بذكرها بس هني موقعها، أن أنت لما يروح يحقق وياك النيابة، عضو النيابة أو رئيس النيابة، ينظر إليك من منظور القانون المجرد أم ينظر إليك من قانون التمييز اللي هو واضع لنا من خلال الممارسة أن هذا العنوان. أجي بعد بصورة سريعة، ذكروا الأساتذة الدكتور والأستاذة أن في تمييز في جمعية الأطباء وفي تمييز في جمعية المعلمين، أن من يتحدث بمطالب الشعب وحقوق الشعب، وأنا أقول للأطباء الشرفاء والممرضين يعني الكوادر الطبية عندما خرجوا في مسيرة خرجوا تعبيرا عن رفضهم لمنع الطواقم، طواقم الإسعاف من الوصول إلى الدوار، خرجوا في مسيرة يحتجون على حرمانهم من تطبيب المتظاهرين، ما خرجوا في بداية الأمر على أساس أنهم يطالبون بموضوع السياسة. الموضوع الثاني أن من حق
في كل بلد من حق أي مكونات أن تقول نحن مع مطالب الشعب. صار في مصر وصار في تونس وصار في سوريا وصار في اليمن وما شابه، وشاهدنا أن كل مكونات المجتمع كانت تقول نحن جزء من هذه الثورة السلمية للتغيير، مطالبنا الديمقراطية، كرامة، عيش، حرية، ما أدري عبارات مختلفة في كل الدول. ما أحد انتقدهم إلا في البحرين غير ذلين، فصلوا البلديين لأن طرشوا رسالة إلى الأمين العام وقالوا أنتم تسيسون العمل البلدي، أنتم تسيسون العمل الطبي، أنتم تسيسون العمل التعليمي، ما شابه. بس اللي يقول أن الحكومة ممتازة هذا ما يسيس، الحكومة تعيسة هذا يسيس. هي العبارة سياسية، إذا كنا بنتكلم عن السياسة العبارة سياسية. الفرق ما بين تعيش الحكومة تسقط الحكومة فرق التعبير، مع أو ضد. مسموح في المسجد، مسموح اعتصام في المسجد فاتح الفاتح في كانو، ممنوع أن تسوي اعتصام قريب في ساحة قريبة من مو محسوبة على المسجد، هذا دور عبادة ويجب أن لا تستخدمه. أنت في جمعية سياسية يقولون لك ممنوع تسوي أي فعل سياسي حتى لو يعني بس تثقيفي، بس 5 دقائق أخلص. أي فعل تثقيفي هذا ممنوع لأنه تسييس. فكل العملية عملية التسييس، نجي إلى موضوع هاي في القضاء، في الأمن، في العمل الحقوقي، في البرلمان، لما يعلقون في البرلمان إن احنا هاي الجمعيات السياسية هي المحرضة، هي 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 ما شابه، بس لما ينصحون ولما يمدحون في الحكومة هذا مو تسييس وهذا غير مجرم. موضوع التجنيس السياسي لتغيير التركيبة والولاء وما شابه، هذا أيضا من التمييز الصلاحية الموجودة. نقاط سريعة، كيف نحتكم إلى وزارة العدل أن تدير شؤون الجمعيات السياسية وتشكل خصومة إلى الجمعيات المعارضة وتشكل حامية إلى الجمعيات الموالية في التكوين، في الانتماء، فيما شابه؟ يعني الآن يتكلم عن أكثر من فعالية للوفاق تحاصر، مو اليوم، من قبل، من 2006 إلى الآن نحاول إن احنا نقيم فعاليتنا في أي صالة تجارية نحاصر، لا فندق. في مرة جبنا وفد من مجلس العلاقات الدولية قالوا بنلتقياكم المعارضة فاخترنا فندق، عقب ما حجزنا الصالة وما أدري وش قال لنا ذا الأخ ما ظل مخابرات اللجاء، وبعدين بغيت أنا أتفنش من وظيفتي لأن أنا أعطيتكم الصالة. بعد مرة ثانية ما في أعطيكم قاع ملتقين بس، وهم جو التقوا بالحكومة وما شابه. يلاحقون الجمعيات المعارضة في كل فعالية وكل من ينتمي إليها وما شابه إلى درجة تجريم الانتماء إلى الوفاق، خصوصا يقولون الوفاق طائفية ما فيها سني، فيها سني والشيعي خافض الشي الوفاق، مو بعد تبون سني يجي ينتمي إلى الوفاق ويكون في عضوية الوفاق. هذا الاضطهاد، هذا التمييز السياسي اللي يجعل من الانتماء، مو الانتماء في الشسمة انت تحب الوفاق لو لا، في الفصل اللي صار للمدرسين لما شابه للأطباء، أي تأييد إلى الوفاق أو تأييد إلى المعارضة، مو بس الوفاق يمكن يمتد إلى باقي الجمعيات السياسية. هل يمكن أن تكون وزارة العدل المنتمية إلى هذه الحكومة، الحكومة اللي الناس تريد تغيرها إلى حكومة منتخبة، أن هي تكون الفاصل بين هذه الجمعيات السياسية؟ لا، مو معقول. المساجد أيضا، المساجد في خطب كل يوم تسمعونها طبعا، ولكن إذا واحد قال نحن مع المطالب السلمية الشرعية فهذا تسييس وهذا تحريض وهذا ما شاء. أيضا وزارة العدل والشؤون الإسلامية هذا شكل من أشكال الهوية في البحرين، طبعا أكيد دافعون عن الهوية بمذهبية معينة، إحنا لا نريد أن نفرض هوية شيعية في البحرين، ولكن احترموا أن في هوية، في يعني مذهبين، في إسلام، في مشترك، في أشياء واجد مشتركة،
ولكن خلونا على الأقل هوية البلد أن لا نظهرها لا سنية ولا شيعية، نقول هذه دولة إسلامية بها طائفتين كريمتين محترمتين، وهذا ينطبق على إعطاء رخص المساجد، ينطبق على إظهار يعني الشعائر ما شابه، في حرية نقول أن هذين موجودين محترمين، هذا مو غير موجود. صراع هوية صار، لا علاقة بالتمييز، لا علاقة بالتجنيس، لا علاقة بكل هذا، تغييب الهوية المواطنين. عملية مركبة، الدستور، القانون الأسمى، القانون، الممارسة، الرقابة، في خلل كبير. كل المشاكل اللي قلتونها لأن هيكلية الدولة على أقل تقدير ما فيها رقابة. الآن نجي ونناقش إياه كثير من الدبلوماسيين، نقول لهم هذا أمين عام التظلمات، يقولون هم ما في شيء زيادة نجيبه على القانون ماله. قلنا لهم أمين عام التظلمات ما احترامنا للشخص، مشكلته شنو؟ مو في القانون، مشكلته أن الأشخاص اللي عينوا هم من ذات الولاء اللي ما يقدر يطالع هذا اللي الآن المتظاهر اللي ضربوه بالشوزن أنه يعني مخطئ في حقه، ينظر أن هذا مخرب، فما ينظر إليه لما يقولون لأن هذا اشترك في تفجير الديه المدان. احنا ندينه، ولكن في فصل بين حق الإنسان بما أن متهم أن يوفر له محامي، أن لا يعذب، أن ما شاب، علشان نصل إلى الحقيقة. هذه العملية لا تتم لأن في عقلية لا هذا مجرم وخلاص، مدام الداخلية قالت أنه مجرم فلا يحضر التحقيق محامي، مو لازم ان احنا نشيك انه عذب او مو عذب، وتمشي هذه الاجراءات. فمشكله الامبزمان، مشكله الامين عام للتظلمات هي شنو؟ ان عقليه السلطه لا تريد ان تجعل التنفيذ بيدها والرقابه بيد محايدين، مو معارضين، بس محايدين. واحنا نقول لهم ترى اذا حطوا محايد في امين عام التظلمات، المؤسسه الوطنيه لحقوق الانسان، مفوضيه السجناء، يعني المفتش العام في الداخلية والمفتش العام في الأمن الوطني، ما حققنا الحكومة المنتخبة، لم نحقق برلمان كامل الصلاح. بس على الأقل أنتم تقولون تبون تنفذون توصيات بسيوني، خلوا في شوي توازن، إن في محايدين ولا نقول معارضين حتى على هالمستوى في تمييز، يختارون من يضمنون ولاءهم التام، وهذا اللي مخرب كل العملية. التمييز السياسي أساس كل آفة من آفات هذا الوطن، ولا يمكن أن يتوقف التمييز في التعليم، التمييز في الخدمات، التمييز في عموم الوظائف، التمييز في العلاج والصحة والهوية وما شابه، إلا أن نصل إلى تفعيل النصوص، على أقل تقدير النصوص الموجودة في الدستور الحالي، وترقيتها إلى أن يكون فعلاً تفعيل النص العالمي لحقوق الإنسان 21، بأن مصدر سلطة الحكومة هي الشعب، وأن لكل فرد الاشتراك في الشأن العام. والحمد لله رب العالمين. أعطني 3 دقائق بعد ما خلصت، أنا يعني وفرت 3 دقائق.